ده ثعلب الفينك اهو، حجمه صغير جدا، بس الدجاج ده طويل. وزنه حوالي قد ايه؟ كيلو. وارتفاعه 20 سم، وطوله 40 الى 30. 30 الى 40 الى 40 سم. نعم، ما هو هيجيب، هيصطاد دلوقتي، واصطاد اهو، هو كده اصطاد حشره كده. هو بياكل ايه؟ حشرات. ايه تاني؟ وايه كمان؟ فئران والسحالي. وبيعيش فين؟ في البحور، في الصحراء كمان. بيعيش فين؟ هو طالع منين كده؟ من الجحر. بيعيش في البحور. طب ايه ليه ودانه كبيره؟ ليه بيعمل ايه يا حنين؟ يتخلص بها من الحرارة الزائدة، ويستمع إلى الحشرات. أبص لك واحد تاني أخونا كده. كام واحد كده؟ اتنين. شكله كيوت صح؟ اه جميلة. عايزة واحد. حجمه كبير ولا صغير؟ صغير. طيب هو ده هو عايش في الصحراء كده، ولا تصيده ينفع نصطاده؟ لا. ليه؟ لانه محمي حمايه طبيعيه في المحميات الطبيعيه، ممنوع اصطياد ثعلب الفينك، لانه جميل جدا ونادر وبيتميز بصفات مختلفه عن الثعالب الاخرى. زي ايه؟ حد بيسالك ايه يا حنين؟ من التخلص من الحشرات والفئران. طيب هل ايه مميزاته يا ولد؟ ايه اختلافه عن الثعالب الاخرى؟ حجمه صغير ودانه كبيره جدا بالمقارنه بالايه؟ بجسمه، يعني بالنسبه لجسمه ودانه بتكون كبيره جدا. مش طب الفراء بتاعته لديه فراء سميكه بنسميها بالانجليزي ايه؟ thick fur. He has a thick fur او it has a thick fur. من الحاجات الرائعة اللي موجودة في الصحراء عندنا هو ثعلب الفينك أو ثعلب الفينك. تفضلوا تفضلوا استريح. يلا قولوا له باي باي. يلا عشان هيمشي. باي باي. ايه ده؟ لا عقرب. لا ده تصير. عارف ده مش عقرب كبير الحجم. حصل له ايه؟ افترسوا. طب هل السم اللي موجود في العقرب بيقتل ثعلب الفينك؟ لا. ولكن بيسبب له نوع من الخمول الى بعض الوقت. هياكله. دي اولاد ليها قرنين على راسها من فوق، بتتحسس بيهم بطريقه الحراره مكان الفرائس، بتحس بيهم بمكان الفرائس ومكان الاعداء بتوعها. هنشوف دلوقتي. عثر عليها ثعلب الفينك. هي بتواجهه كده يا جماعه، هي كده بتواجهه. هو بيعمل ايه؟ سريع جدا وذكي جدا. هيطاردها؟ يا ترى مين هينتصر؟ مين هينتصر؟ حجمه صغير، يا ترى هينتصر عليها؟ طيب هيطاردها. هيطاردها. اهو كده بيرهقها. بص هجم عليها هجمه وكمان هجمه، هيعورها وبعدين بيعضها من راسها عشان يخلع راسها. كده مين تغلب على الاخر؟ مين تغلب؟ ثعلب الفينك. ثعلب الفينك. يبقى كمان ده ثعلب ايه؟ صياد. صياد. هو لسه بقى هيتاكد انها ماتت، لسه هيعضها تاني وهيسيطر عليها. هي لسه عايشه. بصوا هي، بس هو ارهقها. بص بيعضها ازاي. هيفضل يضرب فيها. بصوا هي بتدافع عن نفسها برضو، هي قويه جدا. سيطر عليها خلاص، وابتدى ياخدها ويخطفها وياكلها بقى. طبعا سامي، بس هو السم ما بيموتوش غيرنا. هو بياكلها، ممكن بس يتسبب له بعض النعاس، يعني ينام شويه ويصحى تاني.
ما يموتش. نام سنتين. لا مش سنتين لا ولا حاجة. يعني ممكن ينام له ساعة ساعتين. ضخمة يا ولاد هي ضخمة بصوا. ضخمة. يحفر لها يبقى هيردمها. وبعدين هيردمها او عشان تكمل تموت وفي نفس الوقت يخبيها لحد ما يحتاجها. بص بتهرب. بصوا بيعمل لها ايه. ذكية. يبقى ليه استراتيجية في الصيد يا ولاد كمان. كل ده عشان يموتها. حفر وهيردمها. ده ماتت. كسر راسها خالص اهو. حطمها. هياكلها بقى كده. واحد يضرب العيال في الشارع. صغير خالص قد القطه كده. انا عايز اجيب واحد احط عشان اطلعوا للعيال في المدرسه. بس ما ينفعش حد يربيه. قولوا بقى نعم. لا ده بري ده كائن بري ما ينفعش يتربى مش مستأنس. قولوا بقى كده شكرا قناه باب الريان التعليميه. حبايبي يلا باي باي. قولوا باي سامر فيك صغير. قولوا باي باي يلا باي 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 سامر فيك يا مستر.